باسمي وباسم الباشمهندس أكمل قرطان رئيس الحزب والمجلس الرئاسي لحزب المحافظين أرحب بحضرتك. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف واحتفالات أكتوبر المجيد. يمكن إحنا في حزب المحافظين حريصين على الاحتفال ب 6 أكتوبر لما نعلمه من عظمة هذا اليوم. اليوم اللي تضافرت فيه ملحمة حقيقية. ومهما نحتفل يعني احنا زي كنا في الذكرى 49 لهذه الحرب مهما نحتفل ومهما نقول مش هنديها حقها. وينبع ذلك من ان الصراع العربي الاسرائيلي الممتد ولن ينتهي وسيظل الى ان تنتهي دولة الاحتلال. ان 6 اكتوبر قد اثبتت ان هذا الشعب ارادته لا تموت. شعب خارج من نكسة كبرى، تهجير لمدن القنابل كامل، ضعف امكانيات، جيش ابتدى يبني نفسه، كل هذه الامور دي ملحمة مش فكرة انتصار عسكري فقط، ولكن هو انتصار لإرادة أمة وانتصار لجيش حينما حانت له الفرصة أن يحارب أدى بقوة واقتدار شهدت له جميع المؤسسات العسكرية. ومن هنا نحن نعتز في حزب المحافظين بهذا اليوم مثلنا مثل الشعب المصري بالكامل. وأنا باسم الحاضرين جميعا وباسم حزب المحافظين وده التقليد اللي احنا بنحاول نحرص عليه كل سنة بيكون بينا أبطال حقيقيين دفعوا ثمن لهذا النصر. تحية لشهداء 6 أكتوبر اللي أنا بطلب من حضراتكم الوقوف دقيقة حدادا على كل شهداء مصر ومن قبل منهم شهداء معركة 6 أكتوبر.